اللي على الكلافيكل اللي علينا لما هتلاقوا في الكتاب، عشان الكلافيكل بس هي عظمه مشتركه ما بين الابر لمب وما بين الهيد، يعني هي برضو بتظبط النك، فهتلاقوا عليها عضلات في الكتاب سميها عضلات للنك، مالكوش دعوه بيها، خلينا بس في العضلات بتاعه الابر لمب اللي هم الاربعه اللي احنا قلناهم دول، لا بكتوراليس ميجر، تلتويد، ترابيزيوس، وسب كليفيوس. بكتوراليس ميجر اللي هي مكان صباعي كده، بعد كده دلتويد اللي هي مكان صباعي كده، ترابيزيوس اللي هي هنا، وبعدين سب كليفيوس اللي هي من تحت. هم دول اللي عليكم بس. هتلاقوا في الكتاب عضلات تاني كعينة الاسترنوماستويد وعضلات اسمهم هايويد، مالكمش علاقة بيها. خلاص؟ يعني دول ما بيجوش، لا دول طبعا نك لسه ما خدناهم، احنا في الابر ليمب. خلاص؟ فما يجوش على الكلافيكل، ما اقدرش اسالكم عليهم على الكلافيكل، اسالكم لما تاخدوهم بقى في 2 و 2 ان شاء الله اخر ترم عناتكم، وساعتها هيبقى عندي حاجات كتير اسالكم عليها، فمش هرجع تاني للكلافيكل اكيد. خلاص يعني في حاجات كتير اكتر من كده. احنا كده خلصنا. يا ريت يا ريت يا ريت لما نروح النهارده، لما نروح النهارده نفتح الصفحات اللي في الاطلس اللي احنا قلنا عليهم، ونعلم ونحاول نحفظ الكلام، على الأقل نبص عليهم بعينينا بس، تمام؟